في قطاع الصحة ما يقارب أكثر من 5000 عون، ولكن هناك عدم من التوازن ما بين متطلبات قطاع الصحة. من المفروض أنه المستخدمين في قطاع الطب والشبه الطبيين هو المهيمن على المورد البشري. احنا لاحظنا مع الأسف أن هناك 50% العوان الإداريين وعددهم 2500 عون، مما لم يسمح بتغطية كاملة لبعض المؤسسات الصحية الجوارية، ونعني بها لصال دي سوان. وعلى هذا الأساس برز هناك عجز نوعا ما فيما يخص التغطية الطبية. كيف نتعامل من هذا الجانب؟ الجانب شبه الطبيين، نحن ننتظر تخرج يعني دفعات لا بأس بها خلال هذه السنة، وسوف نغطي بها العجز والمناصب المالية متوفرة. فيما يخص الأطباء العامون، سوف نعمل على إعادة التوازن من خلال يعني دافونتاجي لو كور دي ميدسان، من خلال ريكونفيرسيون دو سيرتان بوست بيجيتال، باش نتجه الى اعطاء المفاضله في فتح المناصب الماليه للاطباء، وهكذا يعني تكتمل الحلقه. هذا المجهود وهذا الهدف هو مسطر خلال سنه 2023 وسنه 2024. نحن في افاقنا وفي خططنا انه في نهايه 2024 ولايه بجبعري سوف تكون ولايه رائده متكامله هيكلة ومؤسسات وتأطير وخدمات صحية راقية. سوف تضاف إليها لبنة اتفاقية استراتيجية اللي راح نبرموها مع المستشفى الجامعي لولاية الصيف، حتى نحول تدريجيا كذلك إلى ولاية استشفائية جامعية.